الرحمن الرحيم اذا توفي الشخص هناك ثلاثه تصورات بالنسبه لوراثه تاره يكون الوراث جميعا لا يرثون بفرض وانما ارثهم بالقرابه وتاره يكون بعضهم وارثا بالفرض وبعضهم بالقرابه وثالثه يكونون جميعا وراثا بالفرض امثله الفرض الاول الصوره الاولى اللي الوراث جميعا يرثون بالقرابه يعني ما لهم سهم محدد في القران الكريم مثلا شخص توفي عنده اولاد وبنات فقط ابواه متوفيان قبله ما عنده زوجة متوفاة مطلقة عنده أولاد وبنات هؤلاء ليس لهم فرض محدد للذكر مثل حظ الأنثيين مهما كان المبلغ الذي خُلف مخلف عشر دنانير لو مخلف عشر ملايين لو مخلف الكرة الأرضية لا فرق للذكر مثل حظ الأنثيين ما في ما في شيء محدد أو كانوا جميعا ذكورا عند عشرين ولد كلهم ذكور خلص الأموال الموجودة يتقاسمونها بينهم بالتساوي ما في فرض محدد يرثون بالقرابه باعتبارهم ابناءه او بناته اذا لما قالت الايه وان كانوا اخوه الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هذا ليس فرضا لا ليس فرضا الفرض مر علينا سدس ربع ثمن يعني في نسبه معينه هنا ما في شيء محدد للذكر مثل حظ الانثيين ففي مثل هالحاله لا مشكله يتقسم الارث عليهم الفرض الثاني الصوره الثانيه ان يكون بعضهم ذوي فروض وبعضهم لا فرض له مثلا شخص توفي عنده ام وعنده اولاد فقط يعطون للام الثلث والثلثين يعطوها يعطوهم للاولاد اذا كلهم ذكور بالتساوي ذكور واناث للذكر مثل حظ الانثيين فهنا أيضا ما في زيادة ونقيصة الأم أخذت حصتها والباقي لهؤلاء للأولاد والبنات اي إذا الأب موجود فلأبويه لكل واحد منهم السدس إذا ما في أولاد الأم لها ثلث أو ثلثين فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له ولد فإن كان له إخوة فلأمه السدس زين المهم الآن مو مشكلة المثال شخص توفي عنده هاي جاية تفاصيلها إن شاء الله شخص توفي عنده زوجة وعنده أولاد وبنات الزوجة شكثر إلها ثم الباقي لأولاده وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين يعني في وارث له فرض والبقية ما لهم فرض ذو الفرض يأخذ فرضه والزائد يعطى لمن لا فرض له أم وأبو زوجة وعيال خش أم وأبو لابويه لكل واحد منهم السدس او زوجته تاخذ الثمن الباقي حق عياله وانتم. المهم اللي نريد نقوله الان انه بعض الوراث له فرض والبقيه ما لهم فرض ذو الفرض ياخذ فرضه والزائد يعطى لمن لا فرض له. نجي الان للصوره الثالثه. اللي شوية فيها كلام وهي أن يكونوا جميعا ذوي فروض الوراث الموجودون كلهم لهم فروض معينة بالقرآن الكريم هذه إلها ثلاث صور هالصورة اللي كلهم لهم فروض تنقسم إلى ثلاثة أقسام تارة تكون الفروض بمقدار المال لا تزيد لا تنقص مثلا عنده ابوان وبنتان الابوان لكل واحد منهما السدس البنتان لهما الثلثان فان كانت اثنتين فلهما الثلثان ثلثين للبنتين وسدسين للأبوين سدس وسدس ثلث ثلثين وثلث خلصت الفلوس شكثر ما كانت ماكو فرق كانت عشر دنانير لو عشر ملايين أي مبلغ كانت راح الفرائض تتقسم عليهم ثلثين وثلث انتهت القضية ذولا أخذوا سدسين وذولا أخذوا ثلثين خلصت هذه ما فيها كلام أحيانا تزيد السهام على الأموال يعني لما نجي نشوف الأسهم مالت الورثة لأدهم أسهم الآن فرضنا كلهم لهم أسهم نرى أن السهام تزيد على المال شخص توفي عنده أبوان أو زوجة أو بنتان زين الابوان سدسان لهما السدسان البنتان لهما الثلثان خلصت الزوجه ما ضللها الزوجه لها ثمن اذا اعطوا للزوجه هذولا راح ينقص منهم يعني هي الاموال خو مو اكثر من ثلاثه اثلاث مهما كان المال هو مو اكثر من ثلاثه اثلاث مو اكثر من اربعه ارباع مو أكثر من خمسة أخماس فستين يعني ثلث وثلثين وثمن صارت زيادة يعني السهام صارت أكثر من الأموال الموجودة أحيانا بالعكس شخص توفي أو عنده ابنية واحدة فقط لها النصف فان كانت واحده فلها النصف النصف الثاني بقى في نصف زائد الفرض الاول اللي السهام تزيد على الاموال يعبر عنه بالعول العول يعني الزياده ينقل ان حاكما كان في بدايه الإس في بدايات الاسلام احد الحكام سالوه هالمساله قالوا له مثلا رجل توفي وعنده مره وعنده ابوان وعنده بنتان حسبها شاف ما طلعت البنتين ثلثين والابوان ثلث واكو ثمن مال المره، زي شو يسوي؟ قال عالت الفرائض عالت يعني زادت زادت الروايه عن ابن عباس عليه الرحمه قال بلغه الكلام قال لو قدموا من قدم الله واخروا من اخر الله لما عالت الفرائض كان صار لها حل زين الحين على هذا الكلام هم يعني كثير بعض المذاهب يقولون هذا عول زين شو تسوون قالوا من ايش نسوي من كل واحد ننقص شوية شوية من البنات ننقص شوية من الابوين وشوية من المرأة كل واحد يروح منه قليل حتى تنضبط القضية عندنا. العول باطل هناك تنصيص. دليل خاص على أن الخسارة تكون على البنتين يعني الأبوان يأخذون كل واحد سدسهم والمرأة تأخذ الثمن راح يبقى أقل من ثلثين البنات خسرا الخسارة تقع عليهما نفس الحكي يجي لو كانت عنده أختان من الأبوين أو من الأب فرضوا عنده أختان من الأبوين وعنده أختان من الأم من الأم وحدها الأخوات والإخوة من الأم إذا أكثر من واحد لهم السدس الثلث إذا أكثر من واحد لهم الثلث والأختان من الأبوين أو من الأب لهم الثلثان زين وعنده زوجة زادت يعني الزوجه لها الربع والاختان او الاخوه والاخوات من الام لهم الثلث والاختان من الابوين لهم الثلثان آلت فعندنا الخساره راح تدخل على الاختين من الابوين او البنتين ليش؟ راح يجينا ان شاء الله بعدين، لان البنات والاخوات في بعض الفروض ستزيد حصتهم، يرد عليهن، وفي قاعده من له الغنم فعليه الغرم، اللي ببعض الاحيان يربح ببعض الاحيان يخسر. عموما هذا الشيء يسمى عولا عند غيرنا يقسمون يعني يوقعون الخسارة على كل الأطراف وعندنا تكون الخسارة على البنتين أو الأختين نجي للفرض المعاكس اللي تكون الفريضة السهام الموجودة أقل من المبالغ الموجودة شخص توفى عنده بنية واحدة قلنا بس ما عنده غيرها لها النصف. بقى نص أو عنده بنتان فقط بنات اثنين البنات الاثنين ايش كثر لهم ثلثان بقى ثلث بقى ثلث فماذا يفعل به غيرنا كثير من المذاهب الاخرى هنا يقولون بالتعصيب شنو يعني تعصيب يقولون الروح للعصبه ونعطي يعطون هذه الزيادة للعصبة زين من هي العصبة العصبة منهم فسروها بأنهم أقارب الشخص من جانب أبيه قرايبة من صوب أبيه عند إخوان من أبوه ما عنده أخوة ما عنده يروحون للأعمام يعني ما يروحون الخط الأم الأخوال ما لهم شغل فيهم الأخوة من الأم ما لهم شغل فيهم يروحون إلى خط الأب عموما يقولون إذا زادت الأموال يعني البنت أخذت النصف خلص يقولوا توكلي على الله عز وجل أخذت نصف شروحي زين وين تودون النص الثاني؟ يقولون هذا عنده اخوه يعطوها للاخ للاخوه يعطوها. زين اخوه ما عنده يروحون للاعمام. عندنا التعصيب باطل. زين ماذا نفعل؟ يرد على البنت يرد عليها النصف اخذته بالفرض والنصف الاخر تاخذه بالرد. هذا اللي قلنا من له الغنم. فعليه الغرم هنا البنية حصلت زيادة ولو عنده بنتين فقط لهما الثلثان زين الثلث الثالث وين يروح يرد عليهما هنا تلاحظون أنه البنات قاعد يحصلون زيادة بما أنه في بعض الفروض تنالهن الزيادة في بعض الفروض هم يصير عليهم خسارة إذن العول معناه زيادة السهام على الأموال، التعصيب معناه مورده ما لو نقصت السهام عن الأموال، يعني الأموال زادت على السهام فغيرنا قلنا في العول يوردون النقص على كل الأطراف احنا لا نورده على البنات او الاخوات راح يجينا تفصيلها ان شاء الله في التعصيب الزياده يعطونها للعصبه ونحن نقول يرد على البنت على الاخت التي هي اقرب التي هي اقرب واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وصلى الله على محمد الله.